السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، لازلنا نواصل الحديث عن الاتباع، وتكلمت من قبل عن الاتباع ومفهوم الاتباع وحقيقة الاتباع ووجوب الاتباع من القرآن والسنة ومن أقوال السلف. وبما أننا عرفنا حقيقة الاتباع، يجب أن نتعرف على أنواع الاتباع. الاتباع نوعان: اتباع الحق، وقد تكلمت عنه، وهو القرآن والسنة، واتباع الهوى. الإنسان إما أن يكون متبعا للحق وما جاء به الحق وهو القرآن والسنة، وإما أن يكون متبعا لهواه. واتباع الهوى من أخطر الآفات التي قد يصاب بها المسلم في هذه الأيام، بل إننا نرى كثيرا من الناس قد اتبعوا أهواءهم. من أعظم ومن أخطر الآفات التي يصاب بها المسلم في هذه الأيام آفة اتباع الهوى. وتدبر معي هذه الكلمات التي تلخص واقع المتبع لهواه. من أخطر الآفات، كما قلت، التي يصاب بها المسلم آفة اتباع الهوى. والذي يصغي بسمعه ويلقي بصره ويتقلب في أحوال الناس يرى أمورا عجيبة. نرى أناسا يمدحون أفعالا أو أقوالا ثم هم يذمونه، بل ونراهم يعيبون على أشخاص في مقام المسؤولية بعض تصرفاتهم وينتقدونها دون نظر إلى مبناها الشرعي. وإذا تولى أحدهم هذه المسؤولية فعل ما كان يعيب به أخاه، بل إننا نرى هؤلاء يتبنون أقوالا وأفعالا لأنها صادرة عن فلان من الناس، وإذا قال هذه الأقوال غيره أو فعل هذه الأفعال غيره لا تقابل إلا بالنفور. لماذا؟ لأن هذا القول أو هذا الفعل صادر عن فلان من الناس. بل نراهم يعملون أشياء ويفعلون أمورا واضحة العيب، ظاهرة الخطأ، ومع ذلك نراهم يستميتون في الدفاع عنها وبيان صوابها، بل يستميتون في سرد مسوغات هذه الأفعال. نراهم يتقلبون، نراهم لا يثبتون، نراهم في أحوال عجيبة. صاحب الهوى هو أسير هواه. صاحب الهوى إذا تكلم فبهوى، وإذا صمت فلهوى، وإذا فعل فلهوى، وإذا ترك فلهوى. وإنما ذلك كله إنما سببه أنه أسير هواه،
فالمأسور من أسره هواه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه. المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. اتباع الهوى كما قال أهل العلم هو ميل النفس إلى ما تحبه وترضاه من الخير أو الشر. النفس بتميل وتحب ما ترضاه هي، سواء كان خيرا سواء كان شرا، المهم أنه يتماشى مع ما تطلبه النفس. إن وافق، هنا تفصيل، إن وافق هذا الهوى الشرع فهذا هو الهوى المحمود. إن وافق هذا الهوى الشرع فهذا هو الهوى المحمود. أما إن خالف الهوى الشرع فهذا هو المذموم. لذا أصحاب الأهواء كما يقول الحافظ ابن رجب، أصحاب الأهواء يسمون بأهل البدع. لماذا؟ لأنهم يقدمون أهواءهم على شرع الله، يقدمون أهواءهم على شرع الله. وما ورد الهوى في القرآن، وما ورد اتباع الهوى في القرآن إلا مذموما. بل قال الله سبحانه وتعالى لنبي من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه؟ بالحق. ومن هنا قلنا بأن الاتباع اتباع الحق واتباع الهوى، لقول الله سبحانه وتعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بل قال الله سبحانه وتعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. بل قال الله جل جلاله: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل، خد بالك من التعبير ده، ومن أضل، هل هناك شخص على ضلال أكثر من الذي يتبع هواه بغير هدى من الله؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الآيات كثيرة، الآيات التي وردت في ذم الهوى واتباع الهوى كثيرة. يكفينا هذه الآية: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ننظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا خطر اتباع الهوى، كما جاء في حديثه: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وذكر في أول الثلاث المهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. في أول الثلاث المهلكات، المهلكات، قال ثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. أظن أن هذه الثلاثة تجتمع الآن في بعض الناس. كثير من الناس يتبع هواه ولا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن الأمر ده بيخالف هواه. لو ذكرته بشيء: يا فلان، الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، لا 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 يا شيخ، أنا قرأت في كتاب بيقول كذا وكذا، وشيخ فلان بيقول كذا وكذا. يا أخي أنا أقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي الشيخ فلان، وتقول لي المفتي الفلاني والعالم الفلاني والشخص الفلاني والكتاب الفلاني. إذن أنت هنا لست متبعا لكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الدليل من عند الله
ومن صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل كما قال صحابة رسول الله سمعنا وأطعنا. لا تتبع هواك، فإن اتباع الهوى من أخطر الأمراض والآفات التي تصيب الإنسان والتي تهلك. يقول علي رضي الله عنه كما ذكر الإمام أحمد، يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، أكثر شيء أخاف عليكم منه اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. طول الأمل واتباع الهوى. لماذا يا علي؟ يقول فأما طول الأمل فينسي الآخرة. الإنسان لما يتعلق قلبه بالدنيا ويطول الأمل عنده في الدنيا ينسى الآخرة. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. لما يأتيك الحق من أهل الحق بحق يصد، وهذا يدخله أيضا في إطار الكبر، أنه يتكبر على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فآفة اتباع الهوى آفة خطيرة جدا، يجب أن يقف عندها كل إنسان مسلم حريص على دينه، حريص على آخرته، حريص على الآخرة، حريص على ألا يضيع ما عند الله سبحانه وتعالى. طالما أنه مقبل على الله لا محالة، فلا بد وأن يسير وفق المنهج الذي رسمه الله، ويسير على الطريق الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يتبقى لنا أقوال السلف، ويتبقى لنا في اتباع الهوى مظاهر وصور اتباع الهوى. يتبقى لنا خطر اتباع الهوى، يتبقى لنا نتيجة اتباع الهوى. هذا ما سنتحدث عنه غدا بإذن الله، أو بعد غد إن قدر الله لي ولكم الحياة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المتبعين لكتابه ومن المتبعين لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك ومولاه.